نتابع هذا التقرير. في جامعة تل أبيب أقيم نشاط تحت عنوان ليل العلماء، كل تفاصيله في هذا التقرير. أهلا وسهلا في كل يوم في ليلة العلماء في جامعة تل أبيب، اللي هي عبارة عن عدة محطات راح تكون في حرم الجامعي. محطات علوم طبعا اللي هي مفرقة على الديش في المركزية في الجامعة. المميز هاي السنة انه في عدة محطات في اللغة العربية اللي بقدمها طلاب من عدة جامعات اللي هم عرب، كمان في محاضرات في اللغة العربية. بشكل عام في هذا اليوم هو معد مش بس للصغار كمان للكبار، في كثير تجارب وفعاليات. في اليوم عندنا محطات في الروبوتيكا، في محطات في مواضيع الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، وكمان الحاسوب والهايتك. اليوم هو يوم كثير مميز. اكثر شيء مميز وشجعنا وشجع الطلاب انه تيجي، انه هاي اول سنه بنعمل في اللغه العربيه، لانه عاده الطلاب بتعاني من مشكله اللغه، يعني ما بيستمتعوا في العلم ولا في التجارب بسبب اللغه. اليوم فيش عندنا هاي المشكله. الاجواء هنا في جامعه تل ابيب رائعه، الاستقبال كان رائع. اليوم كأول تجربة إلنا، كأول مرة موجودين إحنا هون بهي الجامعة، والفعاليات كانت موجودة باللغة العربية، إحنا استمتعنا كثير. جو جديد علينا، إنه أول مرة بنيجي على هيك أجواء، وأول مرة بنفوت الجامعة، والإشي اللي كثير حلو هون إنه كان في مرشدين عرب اللي ساعدونا إنه نفهم كل ورشة عن إيش بتحكي. جينا اليوم بجمعية الرواد لجامعة تل أبيب نكون جزء من ليلة العلماء. الأجواء جدا رائعة، الطلاب عرب ويهود موجودين هنا بيسمعوا، قاعدين من طاقم الرواد عن الفعاليات العلمية ومواضيع علمية جدا شيقة. كانت عنا تجربة جدا مميزة اليوم، قمنا في 4 محطات، واحدة المحطات اللي أنا شاركت فيها كانت في محطة سحر الفيزياء. كان عندنا جمهور مميز، جمهور كبير، جمهور مختلط من مجتمعات مختلفة، المجتمع العربي، المجتمع اليهودي. غضمنا بشكل مميز، نبهر الطرفين بأسلوبنا الرائع بتجربنا المميزة. وبنبدأ بهذه الفقرة مباشرة، وكلنا فخر بكل شبابنا وشاباتنا اللي بخوضوا وبدخلوا هذا المجال، العلم والعلوم التكنولوجيا، وهذا نوع من فن، صحيح؟ فيه إبداع كمان، في بركان على الطاولة، في بركان على الطاولة عندنا احنا. صباح الخير لضيوفنا جميعا، أهلا وسهلا فيكم. صباح أهلا فيك دكتور يوسف مشهراوي، محاضر ورئيس لجنة التوجيه دمج العرب في جامعة تل أبيب، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك. أونس أبو نمر المدير العام التنفيذي لجمعية الرواد للعلوم والتقنيات، صباح الخير لحضرتك. أهلا بك. ومهند إدريس، مهند خريج علوم نباتات ما شاء الله، وطالب لشهادة التدريس بيولوجيا في جامعة تل أبيب، مرشد تجارب علمية في جمعية الرواد. كل هذول زبط يعني صح، يعطيكم العافية. بعنا شو مبلشين كمان، يعطيكم العافية. قبل أي سؤال، ليه في بركان على الطاولة؟ البركان الصغير أصلا نعرف راح ينفجر بعد السؤال. لا أسا بيكبر مرة واحدة. أوكي، مدى الحاجة لدمج مضامين علمية في حياتنا اليومية؟ حاجة كبيرة، وإحنا فيش شك إنه بجامعة تل أبيب قررنا قبل سنتين إنه في حاجة، مش بس إنه نعمل ونطلع مشاريع جديدة، إذا كمان نسوقها للمجتمع العربي ونعمل تغيير جذري بمفهومية التوعية اللي احنا نقصانا كتير بالجيل بالمدارس مع المعلمين ومع الجمهور وبالجامعة نفسها. واضح انه في عنا نقص فظيع بالتوعية، وعشان هيك احنا ماشيين كلنا باتجاه العلم وبالمشاريع اللي نقصانا، زي بالهندسة، زي بالكيمياء، زي بالفيزياء، زي بالحاسوب والاخره. وان شاء الله نحكي كثير عن مواضيع طبعا. يعطيكم العافيه دكتور. بعد شوي رح نسالك عن هيك تشجيع الاطفال والاهل، من الاطفال بالذات من جيل صغير، انهم يزوروا الجامعات، يمكن هيك يحسوا هاي البيئه الاكاديميه. ولكن ننتقل الى ايضا ضيوفنا اونس ومهند. جمعيه الرواد يعني عم تعمل عمل مقدس حسب رأيي. أنا كطفل كنت كتير أحب مجال العلوم، بس كان فيه رهبة، ما كان الإشي كمان ملموس، كنا أكتر أمور نظرية، نسمع عن المواد وما نشوف يمكن غير المرحلة الثانوية، هاي التفاعلات والتجارب اللي عم تعملوها. بداية بدنا نسمع عن دور الجمعية في تقريب هذا المجال للأطفال والطلاب. تمام، هات نقول هيك، نبلش في مثل بقول نظرة
خير من ألف كلمة. يعني إحنا صاحب المدارس زي ما أنت حكيتي كانوا يعطونا العلوم بشكل نظري التنظير، وكان شوي في ملل، بينما العلوم عشان إحنا نقدمه صح لازم نبرز الجانب التطبيقي فيه. التجربة لا شك لما الطالب يعمل تجربة بشعر بدهشة، بقول واو منشوف وجهه تغير، ملامح وجهه تغيرت، فهو أيضا إشي مسلي لإله وأيضا إشي ممتع لإله. وإضافة إلى ذلك في كنز ثمين بقلب التجربة اللي هو القيمة العلمية. صحيح. يعني الخدعة اللي أنا خدعتك فيها تقدر أنت بعد ما تعرفها تخدعني فيها أو تخدع أصحابك فيها. صار عنده فضول يسأل كمان، وصير برضه يحاول يجرب الإشي، وإذا مشت عليه مثلاً. وبشكل عام الأولاد والطلاب بحبوش يكونوا أغبياء، بحبوش يطلعوا كساذجين. صحيح. فعشان هيك بحاولوا يفهموا شو اللي صار ويأتي تحليل، حتى لو هو ما حكاهوش، حتى لو هو ما حكاش هذا التحليل. فلما يبلش يجاوب وإحنا بنصير نعطيه أو نقيمه، هذا بتكون خطوة أولى في صناعة العالم. رائع رائع. ولا أجمل. اجى دور البركان؟ لا كمان لا بعد البركان حسسته مفاجاه ختام الفقره. يا الله. طيب التجاوب التفاعل كيف ما حكت عفاف، بدي اخذ منها شويه صغيره، طلابنا اطفالنا كمال اللي تفضل فيه او ناس، تفاعلهم كيف بتم، كيف ممكن جذبهم، كيف ممكن ندخل العلوم بطرق مختلفه؟ بالضبط هنا اجى بيجي دور جمعيه الرواد اللي هي تعال نقول أسست هاي التجارب بعد أبحاث تعال نقول بداية نفسية وتربوية، بعدين تجي العلمية اللي هي عشان نثبت إنه الطالب من خلال التجربة إنه الطالب بينفع يحب العلوم. أوكي. فالتجربة اللي إحنا بنعملها هي هدفها نخلي الولد الطالب نفسه يقول واو، فهي الواو هي اللي بتخلي القيمة العلمية نفسها تترسخ عنده براسه. يعني كيف؟ يعني انتم حتى اسا لما تشوفوا التجارب اللي رح نعملها رح تقولوا واو، وفي كمية قيمة علمية مخيفة بالتجارب رح نعملها ومش رح نلحق نقول لكم اياها كلياتها، ولكن حتى ابسط قيمة علمية رح اقول لكم اياها رح تدور تعلق براسكم لانه انتم شفتوا الشيء قدامكم وحسيتوا فيه. يعني كيف؟ انا بفكر مهند هذا هو يعني جوهر عملكم، انه احنا عم نذوت هاي المعلومه. صح. او هاي القيمه. بالزبط. العلميه بهاي الطريقه اللي فيها كثير هيك ابهار. صح. وفضول، وكمان. صح. شوي راح نشوف البركان يا دريد، مش راح ننسى. دكتور بدي ارجع مع حضرتك وهيك نستغل الوقت وادمج سؤالين بسؤالي القادم. اهميه انه الاطفال اليوم، يعني انا حكيت مع اونس على موضوع الرهبه اللي كانت عندنا من العلوم، بالتالي كمان من الجامعه، يعني من جيل صغير وكانه في هذا هيك الغول اللي بخوف اللي اسمه الجامعه واللي بحسه صرح جدا وسيع، وكانه ايضا يعني تلقي المعلومه راح يكون بشكل مغاير للدفيئه اللي احنا متعودين عنها في المدارس. قديش مهم نخلي اطفالنا يزوروا الجامعه، وايضا عن مثل هاي التجارب وكيف بتذوت القيمه العلميه عند الطلاب. اقول لك يا بصراحه القصه مش بس الطلاب او الاطفال، كمان المعلمين وكمان الاهل خايفين وفيهم رعب من العلم ومن التجارب بقلب الجامعه. على هذا الاساس لازم واحد يشتغل كل النطاقات، موضوع كيف يوعي للعلم للمواضيع المختصه بالفهم الواقع. يعني ما احنا بنحكي على فيزياء ولا كيمياء ولا بيولوجيا، هذا مش علم فضائي، احنا بنحكي على الاشياء اليوميه اللي بتصير. وهنا في نقص بالمدرسه يفرجوا الصله مع الواقع ومع الحياه التجربيه اللي بتصير يوميات، ان كان جسر كيف بينفتح، ان كان السياره كيف بتمشي، والاخري والاخري. على هذا الاساس احنا قررنا نعمل مشاريع اللي هي تعبر وتجيب الطلاب للجامعة. مثلا في محضر مشروع العلاقة بالتحضير للرياضيات، يعني مختص نجيب على مدار سنة سنتين من صفوف تاسع ثامن تاسع وعاشر نجيبهم على الجامعة يومي مرة بالأسبوع للتحضير، منحضر نازلين مشروع من الميزانية. نفس الشيء للهندسة، نجيبهم على كلية الهندسة مرة بالأسبوع يحضرهم، يشوفوا كيف الفعاليات، إيش التجارب، إيش المحاضرات، يسمعوا محاضرات، يتعلموا، يأخذوا شهادات، وحتى يعترف بالكورسات إن كان نجحوا. إن شاء الله هذا مشروع برضو مشروع تاني في إمكانية في موافقة، مليون وثمانمائة ألف شيكل محضرين من طالب ميزانية عشان هذا. يعني إحنا لازم نشتغل. ونفس الإشي بالثالث على موضوع إنه نجيبهم للكورسات اللي هي عن طريق الإنترنت بقلب الجامعة، برضو راح عن طريق يافا اللد والرملة نجيب طلاب من الصفوف تامن وتاسع نعلمهم بقلب الجامعة. يعني بدنا نكسر الخوف اللي قلت عليه من ناحية الطالب أو الأطفال بالله. وعاد الأساس مشروع ليلة العلماء اللي هي صدقا من اكثر اشياء مميزه اللي كانت السنتين هذول بالجامعه، بما انه الفرحه اللي كانت بالطلاب والتلاميذ والاطفال والاهالي اللي اجوا من شتى البلاد
يعني مئات اجوا لاول مره كان في باللغه العربيه بالجامعه ليله العلماء اللي ركزوا سووا صار تسويق عن طريق الاستاذ شادي عتامني ما شاء الله عليه طبعا اشتغل على اساس انه حد نحط اللغه العربيه والتجارب اللي كانت باللغه العربيه لاول مره بالجامعه محطات يعني راح تشوفوا التجربه منهم الطلاب حسوا انهم بالبيت بالمدرسه مش جايين على شيء صعب والاخر اللغه العربيه والمحطات وانا اعطيت محاضره على الاعلام الدار والابحاث اللي اكتشفناها على مدار بما انه انا معالج طبيعي وباحث بالعمود الفكري حكيت وفجاه عبروا يعني كانوا مئات الناس اللي اجوا جمهور عبروا طلاب عرب ما يقارب ال 100 طالب عبروا فجاه وقعدوا وعطت المحاضره بالعبري وبالعربي بنفس الوقت الكل فهم كل شيء باللغتين يعني احنا بنعمل مجهود نقرب الطالب والطفل للجامعه منجيبه للجامعه واحنا بنروح لعنده ما شاء الله عليكم نسمع اونس تجربتكم بليل العلماء انتم مهند طبعا بس نبدا معك وصف لنا كيف كانت التجربه كيف التفاعل اول شيء جمعيه الرواد هي الجمعيه الاولى والوحيده اللي شاركت في ليله العلماء في جامعه تل ابيب وصدقا كان شرف كبير لنا والحمد لله بمجهود العلماء الجامعه اللي اشتغلوا برضه من وراء الكواليس الاخ برضه شادي عثامني احنا فوتنا على الجامعه وتفاجئنا صدقا بالحضور العرب كان شيء رهيب يعني احنا كان في عندنا اربع محطات طب اسمعني ليه ما كنتش متوقع انه يكون في حضور للعرب تل ابيب انه يعني تل ابيب هيك بحس اكثر لليهود اكثر لو كان مثلا بالتخن او جامعه حيفا ممكن بحس انه غاد شمال في كثير عرب بس تل ابيب اشوف حضور هالقد عرب كان غريب لنا وكان كثير يعني حتى في بعض العروض اللي عملناها والتجارب فقط حكينا بالعربي لانه الجمهور كله عربي رائع احنا بشكل عام كنا نخلط كنا ندمج بين لغتين عربي وعبراني المرشدين ما شاء الله عليهم نعطيها الف عافيه بس في كثير عروض عملناها فقط كل المجموعه اللي اجت هي عرب فشيء فخر مدارس من الفريديس مدارس من الشمال اجوا مدارس برضه فشيء كان كثير حلو كان عندنا احنا غد اربع محطات محطه اللي هي كانت في موضوع الصخور والبراكين واللافا محطه بعجائب الجليد الجاف ومحطه حديقه الحيوانات الروبوتيه ان شاء الله برضه ممكن نعمل لكم اياها هون بشيء كثير كثير حلو لا ما جبتها الحيوانات الروبوت والمحطه الاخيره اللي كانت العرض العلمي اللي هو زي كان مهرجان كبير احنا بشيء مرحله واحنا ليلة العلماء اجوا بعض المنظمين بيقولوا لنا اذا بتسمحوا انهوا شوي في عندنا محاضره غدا بدنا نجيب عليها جمهور والله الجمهور قاعد عم بيروح لهون بدهم كانوا يعطوا مجال لمحاضرات ثانيه اللي كانت بمناطق قريبه فكان الجمهور كله موجود بمنطقه جمعيه الرواد حلو كثير طلع اونس هذا عن جد اندل بموضوعيه فبدل على قديش اول شيء في تعطش لهي الاساليب اللي فيها زي ما انت وصفت وحكيت عم بتلقوا طلابنا القيمه العلميه مهند احنا صار عندنا تشوق يعني تعال نبلش شوي نكون بلش نبلش وبتقدر تشرح لنا كمان عليك عشان نزيد التشويق طبعا هذول التجربتين احنا معنا اليوم هذا مش بركان هذا بر خايف شايفك لا لا التجربتين هذول عملناهن احنا بليلة العلماء بجامعة تل أبيب وكان فعلا بلاقي اقبال يعني من ناحية شو اسمه اللي الناس اللي كانوا طلعوا عليهن تعال نبلش اول شيء بهاي شو شايفين هون؟ سنة نصبرك شوي مادتين شغل الانستغرام يا دوري أنا شايفة مادتين يعني شايفة في إشي الملون والشفاف من فوق مادتين هالشكل طيب أوكي. عندنا هون من تحت مي اللي مع صبغة لون عاكس للضوء لون زهير وعندنا هنا زيت مش زيت اللي بنستعمله احنا بشكل عام ولكن هاد زيت برافين أوكي. زيت البرافين التجربة هاي كان اسمها تجربة اللافا لسبب اللي راح تشوفوه إسا وانتوا حكوا تعرفوا شو يعني تجربة اللافا معانا هون احنا أقراص فوارة بنسميها هاي مش لوجع الراس ممكن هي عبارة عن مادتين مضغوطات بشكل قرص ماشي مادة ملح الليمون وكربونات الصوديوم الثنتين مضغوطات بشكل قرص اللي بيميزون انه لما ينحطن ويصلوا على المي مع المي بصير في تفاعل وهذا التفاعل بينتج لنا CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون تعال نشوف نحط اول واحد يصل لتحت هسه بلش يتفاعل وبلش ينتج لنا هاي الشكل من الفقاعات تعال نوصل مع اللافا كيف بالضبط هسه تجربه من الشكل اللي انتم شفتوها وقلتوا عليها حلو واو وممكن نعملها بشكل اعنف اكثر اللي هي
بشكل اكثر نعنف كيف انه اللون ظاهر اللي تطلع خلص استبدناش طفور مو بالضبط بدناش طفور مش مهم حتى نحطه هسه هاي التجربه اللي احنا عملناها وشايفينها قدامكم غضبنا نجسدها بمجسم اللي يقدر الطالب اللي نعمل له اياها يرضى ياخذها ويستعمله زي هذا المجسم اللي هون اوكي هذا المجسم المسؤولين عن قسم الابتكار عندنا بالجمعيه رواد العلوم قدروا يصلوا لهذا المجسم بقيمه علميه مميزه اللي هي تشابه او بالضبط زي كيف انتم شايفين هون اذا اخذنا نفس الشيء نفس الفكره اللي عندنا هنا مي مع صبغه وعندنا زيت البرافين وحطينا كمان اقراص الشكل او نفس تفتحين كلين اوكي راح نشوف نفس التاثير او نفس الايفكت فيهن كلياتهن بالضبط اذا انا بدي اضيف هون مهم جدا احنا لما بدنا نيجي نقدم العلوم بطرح مختلف احنا لازم نحترم عقول الاولاد الاولاد بحبوا الحركه بحبوا الالوان فاحنا بدناش يكون الاشي ممل الاشياء الموجوده بالمدارس اشياء نظريه وممله نوعا ما فاحنا لازم نعطي تجديد الطرح تبعنا دائما فيه تجديد فاحنا مفروض يعني احنا بنعتمد بشكل اساسي وبحكي لكم اياها بصراحه على تجارب وأسئلة مستفزة هدفنا نستفز عقول الأولاد لأنه لما الولد يفوت على هاي المرحلة بيصير حس إنه هو مجبور يفسر الإشي عشان يقنع المنطق تبعه أحيانا بدي يحس حاله أو خلافك بدي يحس حاله مش فاهم صحيح. أو بدي يحس حاله غبي مثلا صحيح. فبتلاقيه بدي يحاول يقول ما هو هيك أو يعطي تحليل يعطي تفسيرات يعني بلش إذا أنا عملت استدعاء للتفكير التفكير اللي كان تبعه بعرش وين استدعيت هو عم يستحضر ذهنه عم يستحضر عقله وبصير فبنيجي نحن مثلا نسأل ليش الفقاعات طلعت لفوق مثلا شو السبب في غاز ثاني أكسيد الكربون عم يطلع غاز ثاني أكسيد الكربون بيقدر مثلا يحمل معه جزيئات المي اللي هي ملونه بالوان مختلفه طب ليش عوده القطره يعني هون تكمن القيمه العلميه بهاي التساؤلات والجوابات هذا الكنز ليش عوده القطره بعد ما طلعت نزلت لتحت ما هي طلعت الجواب ثاني اكسيد الكربون بتحرر بالهواء وساعتها المي بتكون اثقل من نزلت عوده تنزل لتحت هذا الشيء اللي شايفينه هون بجسد بشكل تقريبي شو عم بيصير بالبراكين وعمليه اللافا لما بتصير تغلي جوات البركان ونتيجه الكثافه والضغط ترتفع او تنزل وبشي مرحلة بيؤدي لما الضغط بيكون كثير الانفجار وبصير في بركان بس هنشوف البركان يلا اهم شيء البركان هاي اللي حكيناها اللي طريقة توجيه الأسئلة اللي احنا بنخلي الطالب لحاله يفكر اكثر من اللي يفكر باتجاه الصح البركان رح نيجي على البركان البركان وين شو اسمه البركان يعني؟ يا مهند بالضبط معنا احنا هنا تفاعل جدا بسيط معنا هنا محلول تعال نسميه محلول ملح الليمون مع شوية صبغة حطيت عشان نعمل نعمل اكشن الافكت نفسه فراح نحطه احنا في فوهة البركان تكثرش ممكن كتر كتر ما تخافش شو الاستوديو مأمن المحل نفسه كمان شوي خلص هيك في هذا اوكي هو شكله كان فيه شوية من المادة الثانية اللي هي كربونات الصوديوم كربونات الصوديوم بالضبط اذا احنا راح نيجي وندير عليها هنا شوي هسه لازم يتفاعل مع شوية سائل ايوه انفجر حتى كمان بيطلع دخان اذا شايفين طبعا بالضبط هاي تجربة كمان لما نيجي نعملها للجيل المناسب راح يقول واو عليها وراح نضطر احنا هون نشرح له شو التفاعل اللي صار هون وكيف الغاز اللي خلى يصير هاي الرغوه تنتج نفسها هاي احدى التجارب اللي كمان عملناها احنا بالمخيمات الرواد حط جليد جافون حط جليد جاف شو بصير انا جاف انا مبسوطه على التفاعل زي الاطفال صرت واو حط كتر كمان بالضبط لما يصل لتحت هون احنا بدنا نفرجي شيء اللي ما ينتساش هو بالضبط حط بدي اقول لك انا بس كلمة على الموضوع شوفي كيف دكتور. مش بس مع المضمون كيفية انه بمرق المادة بطريقة اللي خلي الطالب او الطفل يحب المشروع هذا ويفهم وجرب يفهم لحاله هون الأهمية للعلم وصدقا يخلي الطالب يحب العلم والعلوم المختصة بالموضوع هذا هو الهدف رائع اذا انا برضه بدي اضيف اسمحوا لي تفضل اونس طبعا احنا انا بقول احنا اللي حاملين رسالة العلوم في عنا أفضلية عن غيرنا إنه إحنا نجيب الأولاد لمجال العلوم ويخليهم يختاروا بالجامعات شو الأفضلية إنه في واو في كيف في الإشي مسلي
الشيء الاولاد بيحبوا يسووه. انت لو شفتوا قديش الاولاد في ليله العلماء كانوا عربا ويهودا كانوا يعني يطلبوا هاي الاقراص الفواره عشان يحطوها بقلب الانابيب واهلهم يصوروهن ويوثقوا هاي الشغلات. فالاولاد بدهن فكبار انا جبته انا حصلت عليه صار هو صار بجانبي بس بضل انا اسا اخليه يحب الاشي ويفهم الاشي عشان ينكسر عنده حاجز الخوف اللي انت حكيتي عنه. يعني انا ما بدي واحد اللي هو حس حاله فتره الابتدائيه او المدرسه شاطر باللغه العربيه ويقول هي اللغه العربيه سهله فانا بفوت بتعلم لغه عربيه بينما العلوم انا اكيد معقد. لو الطالب بيعمل هاي التجارب بايديه وباخذ هاي المجسمات عنده على بيته بصير يشغلها كان هو بصير هذا الإشي اللي متعود عليه زي ما هذاك يتقن طبعاً. اللغة العربية بصير هو يتقن التجارب طبعاً. إحنا في الجمعية برضو عم في عنا من أحد الأساليب هي إحداث التغيير في المجتمع زي ما حكى مهند في عنا دورات ومخيمات اللي الطالب بأخذ هاي المجسمات عنده على البيت. في عنا مئات الصور لأولاد اللي عندهم المكتبة بدل ما يكون فيها كتب فيها أيضا مجسمات علمية وبيخرفونا كثير الاهالي كيف انه لما بيجي ضيف بيجي الولد بحاول يفرجيه او يشغل قدامه تجربه تعلمها بليله العلماء. في تركيز على رقابه الاهل للاطفال على مستوى الامان ولا لا؟ طبعا احنا كل شيء بنستعمله يعني الاهل مثلا او شيء ايه صح. احنا مثلا في المخيمات بنبعث فيديوهات اللي هي بتحكي بالضبط بتشرح عن كل التجارب وايضا اشياء الامان. فمثلا هنا كل المواد المستعمله هنا هي طبيعيه وصديقه للانسان صحيح. فمثلا حكينا عن مي مع صبغ الطعام حكينا عن زيت البرافين اللي هو البيبي اويل بحطوه على الجسم بدهنوا فيه الجسم. حكينا عن هاي الاقراص اللي هي مكونه من ملح الليمون وخل وصودا فهي كلها مواد طبيعيه صحيح. بس احنا بنقدر نعمل منها حتى بهاي المواد بقدر نبهر الطلاب والاطفال. تتهيالك طبخه قاعده بالطنجره ونازل المطبوخه تطلع والمقلوبه تطلع هذا نفس الشيء بس نظرك مضبوطه. دكتور بما انه تحدثنا على هيك يعني مجتمع اللي يرتقي ويتطور واكيد منعول على شريحه الاطفال وحتى الشبان والشابات بأنه يكون في عنا نسبة مشرفة من الباحثين ومن العلماء ومن ومن ومن. سؤالي لحضرتك اليوم بالإضافة لمثل جمعية الرواد قديش مهم المدارس والمؤسسات التربوية أيضا تعزز هذا الميول وهذا الجانب وتكون هيك كرياتيف ومبدعة مثل جمعية احنا أنا يعني طبيت بالنقطة اللي هي من ناحية هي مربط الفرس الموجود هذا. احنا بنعمل مجهود لما بنوصل على الجامعات والرواد هنا صراحة يعني التعاون فظيع معنا على اساس انه بدنا نعمل تغيير. وكان في مؤتمرات علمية للفيزياء والكيمياء واجوا طلاب واجوا معلمين. احنا نلجأ للمعلمين احنا شخصيا يعني هذه رسالة. انا بعرف معلمين قديش بيتعبوا صحيح. بس دكمش تعلموا الروتين تعالوا اطلعوا شوي عن الروتين بلاش تلقين خلص بالزبط. يعني واضح انه الشيء ما نجحش معنا خاصه احنا كمجتمع عربي ما نجحش الروتين والتلقين. خلينا نعمل نفكر بريت الصندوق ونيجي مع مجالات تانية. في مجالات تانية مش ضروري الواحد يمرق كل الماده عشانها تلقين خلص يعني خلينا نمرق للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي العلم العلم منفتح التجارب الاشياء الغير روتينيه يطلع للجامعات يطلع للمؤسسات العلميه ويعلم مواضيع. مثلا في كثير متاحف على موضوع الفلك يعني فلك بتل ابيب بشوفش كثير طلاب عرب ومدارس عرب جايين لاضخم متحف موجود بالدوله. يعني اطلعوا فرجوا الاشي ان كان من ناحيه النبات ان كان من ناحيه الطبيعه طبعا. ان كان من ناحيه الواقع والاشياء الموجوده يوميات وعلموا عن طريقها مش بس عن طريق دفتر الكتاب طبعا نسمع من حضرتك كمان كلمه اخيره بنهايه اللقاء. كلمه اخيره انا بدي اوجهها اكثر اذا هي اخيره لحاملين رساله العلوم. لازم يظهروا الجانب المدهش والواو بالابحاث. في كثير ابحاث رائعه في كونها بس ممل في طرحها. لازم الطرح برضه يكون جذاب وايضا لازم العمل على الترويج بقوه. يعني هاي احنا لسه فتره انتخابات الناس بتحب المرشح القوي صح ولا لا؟ صحيح. الناس بتحب تلتف حول القائد القوي اللي بتقول يقودني للتغيير. احنا وين العلماء الباحثين وين دوركم انتم في الترويج؟ الولد بيمشي بالشارع بشوف دعايات لمطاعم لالعاب لبسكليت لتلفون. طب وين الابحاث وين الاشياء اللي ممكن اشده الها اللي برضه هو يقول بدي يقول لابوه وهو بالسياره مثلا انا بدي افوت على هاي الدوره او على هاي او دوره على ليله العلماء. نقطة صحيح. جدا مهمة على فكرة اللي عم بتشير عليها. يا ريت عن جد ينشغل عليها بمجهود أكبر وأكبر. مهند رسالتك للأكاديميين يعني إحنا دكتور كمان شهر نفتتح العام الأكاديمي. أنا بعرفش إذا مصرح إن أصير أعطي رسالة للأكاديميين ولا طبعا تعال نعطي أنا بتعلم من الأجيال صحيح صحيح. رسالتي للأكاديميين اللي بتعلم مواضيع العلوم هي إنه يأخذوا رسالتهم العلمية بشغف أهم إشي بشغف وروح العطاء والعمل بأماني لأنه العمل بأماني هو اللي بيخلينا نلتقي في العلم اللي احنا عم نكتبه.
فاذا فقدت الامانه بالموضوع فقد العلم، لانه اذا احنا بدناش نجي لما نيجي عند الطالب ونتهبل عليه ونعطيه اي معلومه مش بمحلها، فاحنا في تداعيات جدا مخيفه ممكن تصير لهذا الشيء. فنوصل العلم بامانه وبشغف، لانه مو حدا بيتعلم من شخص بحبوش او من شخص مش متعلق فيه. فخلي الانسان اللي بدك العلم اللي تكسبه اعطيه، خلي الناس تحبك، وصله بطريقه مميزه، اللي عبالها كمان يحب العلم. وهي هي الطريقه، هي الرساله اللي بتوصلها جمعيه رواد العلوم والمسؤولين بجامعه تل ابيب اللي عم بيشتغلوا، انه حببوا الطلاب منه هن صغار من صغار لكبير، يعني انه بالعلم نفسه. فهذا الشيء اللي انا عم بحاول بخليني استمر في هاي المسيره يعني، ومش رح اوقف. كل الاحترام. الحمد لله رب العالمين. مهند اونس، شكرا لحضوركم، اهلا وسهلا فيك. دكتور يوسف، نسمع منك كلمه اخيره قبل ما نقول لك سلامات. أنا يعني بصراحه بما انه احنا موجودين فتره انتخابات بدي اربط الاشياء. يا ريت يا ريت. انتخابات يعني واضح انه قصه شخصيه ومين انتخابات احزاب والاخر، بس احنا بنحكي على المجتمع. اتذكروا في مجتمع، المجتمع فيه عنف وفيه علم. كتروا العلم عشان ينزل العنف. إذا احنا كترنا المشاريع هاي العلمية بينزل العنف، وهذا هو الجواب الحقيقي للعنف. تربية وتعليم فوق عنف تحت. فعلا فعلا، ياريت تتاخذ هاي الرسالة لهيك على محمل الجد والأكبر شريحة. دكتور يوسف شكرا لحضورك معنا، عم تعملوا عمل جدا مبارك بما يخص موضوع هيك طلابنا في الجامعات وتمثيلهن وكل المجالات اللي عم تشتغلوا فيها، وأكيد لنا لقاءات في الفترة القريبة. أونس ومهند شكرا لكم، يعني شهادتنا بالجمعية وفيكم مجروحة، وعن جد عم تعملوا نهضة في هذا المجال. الله يعطيكم كل العافية. شكرا لكم. يعطيكم ألف عافية.